بتاريخ 24 اكتوبر 2013، ايوه، وعلى اساس هيبعتوا لنا الابار ويحاسبونا. لا بعتوا لنا الابار ولا، وبقى لنا 3 سنين دلوقتي. ايوه انتوا بقى لكم 3 سنين بس استلمتوا الارض امتى؟ ما استلمناش ارض، هم ورونا ارض كده قال لك الارض بتاعتكم اهيت. ايوه ولقيناها زي ما هي. ايوه هو دلوقتي اللي اتعمل الطرق وفي بعض الاماكن تم تنفيذ الابار فيها، بس لسه في جزء ما خلصش فيه الابار اللي هو اللي انت بتتكلم عليه. يا حاج يعني سيد. هم شغالين في الابار دلوقتي. يا حاج سيد انت سامعني؟ انا ما رحتش بقالي سنه. طيب يا حاج سيد انا بص لازم كذا حاجه تقوم بيها، انت هتتابع في الهيئه، انت راجل خدت مشروع وهتبتدي تسدد بعد ما تستلم. بيرد علينا بالتليفونات يا دكتور سامي. نعم يا حاج. ما حدش بيرد علينا في التليفونات، واللي بيرد عليا يقول لي فلان عند فلان واللي فلان عند فلان. طيب انت برضو مش قادر تيجي، انا هسالك في الهيئه عن المشروع ده وان شاء الله نعمل مداخله مع مسؤول من الهيئه عن ايه اللي تم. ده كان مشروع سد ال كل الالتزامات اللي علينا. حاج سيد ده كان مشروع سد الفجوه الغذائيه صح؟ نعم. المشروع ده كان اسمه مشروع سد الفجوه الغذائيه. اه. حاضر. واشترينا الارض بالمزاد. وسددنا ال 10% وال 5% يعني سددنا 25%. حاضر يا حاج سيد. هبلغك انا بكره. بس امثل حاجه الارض تقدر. ان شاء الله. في خلاف بين الهيئه ودار الري عشان فحص الابار. هو مش خلاف، هو حساب للمقننات المائيه اللي موجوده وطريقه التنفيذ. فانا هشوف ايه اللي تم وهبلغك من على لسان مسؤول على الهواء بكره ان شاء الله، لان دي مش مشكلتك لوحدك، دي مشكله عامه بالنسبه للناس اللي راحت استفادت من هذا المشروع. في جزء منهم لغايه دلوقتي ما استلمش لان الابار لسه ما تمش الانتهاء من تنفيذها، انت كلامك سليم. فبكره ان شاء الله على لسان المسؤولين. لو سمحت والنبي يا دكتور سامي يعني اديني دقيقه واحده. انا يعني ساكت اتفضل. الدوله ماشيه في اتجاه والوزاره ماشيه في اتجاه ثاني. طيب خلصت؟ يا حاج سيد ده المشروع ده. بص يا حاج سيد اذا كان عايزين نزرع الصحراء دي ما هياش سهله. ودي بتاخد اجراءات وبتاخد وقت وفيها صعوبه. ده انا عارف والله وانا طالع من الجيش وابني طالع من الجيش وعندنا استعداد نتبهدل. انما لو انت رحت زرت المكان ده هتلاقي فيه طرق اتعملت، في شبكات ده طرق طفله مش طرق مسبلته. لا ده انت بتتكلم على عامل طرق طفله كده. انا رحت هناك وشفت. ايوه اهم حاجه الميه. ايوه انت بتقول لي انا بقالي سنه ما رحتش يا حاج سيد. انت بتقول لي انا بقالي سنه ما رحتش. ايوه حصل. انا ابو مساعد لو قلت لي ان في ابار بتروح انا اروح بكره. طيب انا رديت عليك وبقول لك بكره ان شاء الله على لسان المسؤولين في الهيئه هنتابع ونشوف ايه اللي حصل في المشروع ده وصل لغايه فين. تمام. ربنا ما يحرمنا منكم. بشكرك يا حاج سيد. خليك الف شكر يا حاج سيد. حاج سيد من البحيره. قبل المداخله دي كنا بنتكلم على تصدير الحصرات الزراعيه.